يرسل خالد بن الوليد إلى كسرى، أسلم تسلم وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. وإذا بكسرى يرجف فيرسل رسالة إلى ملك الصين إمبراطور الصين، قال يا إمبراطور الصين أرسل لي النجدة، هذا تهديد وصلني من خالد، أرسل لي النجدة. فأرسل إليه، رد عليه إمبراطور الصين، قال يا كسرى لا قبل لي، لا قبل لي برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. وإمبراطور الصين يرد على كسرى يقول له لا قبل لي برجال لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أيعود هذا الزمان؟